في ذكرى رحيل الشهيد القائد ياسر عرفات، أفاق سكان مدينة غزة على 4 انفجارات جديدة للتلويح بيد من حديد بضرورة التزام المنازل وعدم المشاركة بأي فعاليات منظمة أو عفوية لإحياء هذه الذكرى. هذا شيء خطير، هذا لا ينذر بخير. الإخوة في الحكومة هنا يتحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية الأمن تقع على عاتقهم. نأمل بأن يتم إيقاف من قام بهذه التفجيرات، لأنه لا يصب إلا بخانة الاحتلال ولا يريد الخير لهذا الشعب. التهديدات المستمرة والتي تضمنت التهديد بتحويل منطقة الكتيبة التي كان من المنتظر أن ينظم فيها مهرجان أحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات بمشاركة الفصائل الفلسطينية إلى كتيبة حمراء، لم يمنع محبي الشهيد ياسر عرفات والمؤمنين بالوحدة الوطنية من التجمهر ورفع الأعلام وأحياء الذكرى على طريقتهم وضمن إمكاناتهم الفردية. خرجت الجماهير بشكل عفوي وبشكل غير منظم كي تعبر عن مشاعرها الخاصة ومشاعرها الوطنية بإحياء ذكرى القائد الخالد أبو عمار. القائد يا الرمز أبو عمار يستحق منا الكثير، ضحى من أجل الكل الفلسطيني، ويفترض أنه المجيء الإنسان يكون عنده عزيمة وصبر وقوة إرادة وقوة شخصية. ومع مطالبة حركة فتح والفصائل الوطنية بالحصول على نتائج التحقيقات التي تسعى إليها أجهزة الأمن في غزة، يتخوف الشارع الفلسطيني من أن تحمل الأيام القادمة حالة من الفلتان الأمني تعيد إلى الأذهان أحداث الانقسام الداخلي عام 2007. ينبغي أن ينتبه الجميع إلى أنه هذا ممكن أن يطيح بمحاولة المصالحة التي تسير بالتثاقل. يعني هناك خشية كبيرة من أن الأمور تتجه نحو فلتان أمني، هناك بوادر لهذا الفلتان، ولكن أنا أعتقد أنه الدرس الذي تعلمته القوى الوطنية والتجربة المريرة والطويلة يمكن أن تضع حدا لهذا الفلتان ولا تجعله أن يذهب بعد مما ذهب، خاصة أحداث الأسبوع الماضي وأحداث ليلة أمس. جدير بالذكر أنه بعد مرور 10 سنوات على رحيل القائد ياسر عرفات، ما زالت ملابسات استشهاده غامضة بانتظار نتائج التحقيقات. وعلى الرغم من التناقضات الداخلية الكثيرة والرغبة الفلسطينية بالاجتماع على ذكرى الراحل ياسر عرفات، تبقى الوحدة الوطنية الفلسطينية مطلب أساسي في هذه المرحلة. منى عوكل، القناة رؤيا، غزة، فلسطين.